منذ نشأتها وضعت محافظة المنوفية التعليم والاهتمام به عنوانا لها لتصبح أعلى المحافظات ارتفاعا في نسبة التعليم ومحو الأمية. فمن قرية قورس التابعة لمركز أشمون نرى مشهدا غير مألوف تحديدا في هذه الأيام مع انتشار ألعاب الفيديو والإنترنت. أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنوات الخمس يحفظون القرآن الكريم ويتقنون اللغة العربية على أيدي مربي الأجيال هاشم خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا بقرية قورس أشمون المنوفية يتنافس الأطفال من أفضل منهم في قراءة اللغة العربية وتلاوة القرآن بالتشكيل السليم، مشهد لم نعتد عليه بين أبناء جيل تتمثل معظم أولوياتهم في ألعاب وبرامج الفيديو، ولكن ما وصل إليه هؤلاء الأطفال ما هو إلا قصة نجاح يجب أن تعمم في جميع المدارس. مع شروق شمس كل صباح بهذه القرية الصغيرة يتوافد الأطفال دون سن الخامسة على بيت متواضع بإحدى جنباتها حاملين أقلامهم ودفاترهم، فيستقبلهم على الباب ذلك الرجل الستيني بضحكته ولمسته الحانية، الحاج هاشم خليل كما يدعوه أهل قريته، رجل أفنى عمره معلما للأجيال. حتى بعد أن تقاعد كان همه الأول كيف يمحو الأمية ويصل بالأطفال إلى هذا المستوى غير المعهود. أمي يا مريم طلعي لي مادة ألف في السطر الثالث بسرعة. أشتيتا أعمله. طب عاوزين هنا تنوين يبقى مين؟ أمي أمنية طلع تنوين بسرعة. تنوين بسرعة. أشتيتا يبقى تنوين إيه؟ أشتيتا. اتفضلي عودي. وكأنه يمتلك عصا سحرية من نوع خاص يدفع الأطفال لفهم واستيعاب ما يسبق أعمارهم بأعوام. هذا الرجل يتمسك بطريقته الخاصة والتي أثبتت نجاحاً باهراً ويطمح أن يعممها على مستوى مصر كلها لخدمة أبناء مرحلة الروضة. فكرت أن أكون مؤسساً لحضانات أشرف عليها بأداء يليق بالعملية التعليمية وهي رسم قواعد أساسية بأساليب ونظم ناطقة بالعربية غير مسبوقة. من 3-4 يقرأ كلمات بالحركات الثلاثة فتح ضم كسر ممدود تنوين، ثم في الخامسة قد وصل إلى درجة أنه يقرأ في المصحف من أي صورة ويكتب الإملاء على الغائب. حلم القضاء على الأمية والذي ما زالت الدولة المصرية تعمل منذ سنوات لتحقيقه تحول هنا إلى واقع ملموس ومرسوم في عيون هؤلاء الأطفال، تجربة أثبتت نجاحها وآتت بثمارها. ويبقى السؤال، لماذا لا تعمم على مستوى المدارس المصرية كافة؟ مرنا عادل أونلاين.